استثناء عجيب غريب، كل نبي من آدم إلى موسى، خاف البعض يقول عيسى، مو عيسى ما زوج، إلا أنا ذريتي من علي وفاطمة. أقول ليش؟ وين الحكمة؟ خو النبي عنده أولاد لو ما عنده أولاد؟ أربعة بس ماتوا وهم صغار. خو ممكن إبراهيم الله ينطي مد بالعمر ويتزوج، والله إبراهيم لو تزوج حورية من الجنة ما يخلفوا اللي يجيبهم فاطمة، مو تحسن له جان. هاي القضية علم الوراثة يحلها. ليش ذرية النبي من فاطمة؟ ليش مو من أولاده؟ من هنا تعرف ليش النبي ولا ولد عنده بقى على قيد الحياة. مو تدري هسه الله راد يذلل، راد يذلل عقبات. صور لو عندنا واحد من أولاد النبي كبر وأنجب، بعد الجماعة يؤمنون بخط الإمامة؟ قال لك مو هذا بالنبي. هسه النبي ما عنده أولاد، قال لك الصحابة قاعد يقيم عليهم الحجج. لو النبي عنده ولد كبر وتزوج وأنجب، بعد ما ممكن يشربون بخط الإمامة، قال لك مو هذا ابن النبي. زين الله تعالى ذوب هاي العقبة، بعد ماكو ابن النبي، قال لك لا مو الصحابة. ناس متحاملي. شنو ميزة فاطمة؟ بعلم الوراثة يقولون البنت بها ميزة، البنت بها ميزة. البنت لما تتزوج تأخذ من خطين، تأخذ من أبيها وتأخذ من زوجها. هو هذا اللي الله أراده، أراد فاطمة تأخذ من زوجها وتأخذ منين؟ من أبيها، لأن أبوها ختم خط الأنبياء وعلي ختم خط الأوصياء. ولذلك فاطمة قبل لا تجي للدنيا الله اشتغلها لو ما اشتغلها. النبي يقول لما عرج بي للسماء أكلت من رطب الجنة، ولما نزلت واقعت خديجة فحملت بابنتي فاطمة، فابنتي فاطمة حوراء، هي حورية بس بلباس شنو؟ هي حورية ترى بس الله انطاها مظهر شنو؟ انس. لذلك أقول لك اللي جاء سويته فاطمة ما سوي أنثى أخرى، خطين وسطول الذروة جمعتهم فاطمة. ولذلك فاطمة لولاها ترى الإمامة ما تمت لا ماديا ولا معنويا. هسه ماديا بالولادة ومعنويا بعد وفاة النبي لما أخرجوا علي وقالوا بايع وإلا قتلناك، من اللي منع عملية القتل؟ لو ما فاطمة متدخلة علي مات، لو ما مات هم قالوا بايع وإلا قتلناك، علي ما بايع. تدري علي المفروض لا يبايع ولا ينقتل، إذا بايع ينطي شرعية لهؤلاء، وإذا ما بايع يقتل، وإذا قتل خط الإمام يصير لا ما يصير. ففاطمة كان عندها دور، علي لا يبايع ولا ينقتل. لذلك لولا فاطمة خط الإمامة لا ماديا ولا معنويا، لا حسن لا حسين لا الباقر، كل هاي الأنوار بمن مرتبطة. ولذلك الإمام الحجة يقول جدتي فاطمة لنا أسوة وقدوة. الإمام العسكري يقول نحن حجج الله عليكم وجدتي فاطمة حجة الله علينا. على كل، فاطمة لما تزوجت بعلي، أقول لك هو علي منه أنفسنا وأنفسك يعني محمد، وفاطمة روحي التي بين، تبين محمد قاعد يتكرر، لكن الأشكال شنو تختلف. يعني هسه الحسن والحسين نتاج شنو؟ محمد أنا منك وأنت من هذا. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعودة. وحقك النبي بيّن من هم الحسن والحسين، وعلى كثر ما قدم الأمة تنكرت لهم. يعني لو النبي تسامح الله قال اقتلوا الحسن والحسين، ما أعتقد كان عندهم وحشية أكثر من هذه الوحشية. كيف وقد أوصى بهم؟